Are women equal to men? Absolutely. We are all human beings, and there's no difference. And so what the Crown Prince is telling us is, this is your nation, you are my people. What do you need? How can I help you? 5 years in terms of opening up Saudi Arabia, and I think especially what you've done for women. Saudi Arabia is committed to empowering its youth, empowering women. Saudi Arabia, we're just getting started, right? Everybody scream! عم بيكون في إصلاحات، عم بيكون في النساء عم تروح تحضر مباراة، عم بيروحوا يحضروا حفلات موسيقية. كل هالخطوات ما لها أي مصداقية، ما لها أي فعالية حقيقاً يعني. في أواخر مارس آذار من عام 2019، نقلت وكالة الأنباء الفرنسية عن مصدرين من عائلات معتقلات سعوديات يحاكمن بتهم الاتصال بوسائل إعلام ومنظمات حقوقية أجنبية أنباءً عن تعرض هؤلاء النسوة للتعذيب والتحرش الجنسي خلال التحقيقات التي أجريت معهن بحضور مسؤول سعودي كبير. مصدرا الوكالة اللذان حضرا جلسة المحاكمة تحدثا عن بكاء المعتقلات بعد أن اتهمن جهات التحقيق بصعقهن بالكهرباء وملامسة أجسادهن وهن رهن القيد. كانت تلك هي المرة الأولى التي تتحدث فيها المعتقلات بشكل مباشر عن واقع المعاناة التي يتعرضن لها، وبتفاصيل جاءت متعارضة مع الصورة المحافظة التي عرفت بها المملكة، خاصة عندما يتعلق الأمر بالنساء. What is now happening is a woman has the choice to breathe. A woman has a choice to dream and she can action. A woman today can't say, I couldn't find a car, I couldn't find a driver, because now you can. I'm seeing what's happening. It's like a revolution in a very positive way, and I want to just thank you. أهلا معكم لجين الهذلول. لجين تعرضت للتعذيب، كانوا الشخص اللي يسعقها على رأسها، على فخذها، على 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 صدرها، كانوا في نشوة وفرح بهذا التعذيب الكسر لجين. السلطة تخفي انخراطها المباشر في عمليات التعذيب ضد هؤلاء المعتقلات. How would you describe how things are changing for women? It's amazing. It's totally different because a couple of years ago we couldn't walk like this. It's different. It's really different. كانت المملكة العربية السعودية قد قادت عمليات اعتقال بحق العديد من الناشطات السعوديات، ففي سبتمبر أيلول من العام 2017 جرى اعتقال الأكاديمية رقية المحارب بعد انتقادها للفساد في واحدة من محاضراتها، وفي يناير كانون الثاني من العام 2018 جرى اعتقال نهى البلوي بسبب مطالبتها بوقف التطبيع السعودي مع إسرائيل ودعمها لحقوق المرأة. وقد شهد شهر مايو أيار من العام 2018 أوسع تلك الحملات، حيث جرى اعتقال الكثير من المعارضين، من بينهم 12 من الناشطات البارزات في مجال الدفاع عن حقوق المرأة، حيث جرى اعتقال الدكتورة عائشة المانع وحصة آل الشيخ ومديحة العجروش، وهن ممن شاركن في أول حركة احتجاج نسائية من أجل الحق في قيادة السيارات في العام 1990. كما جرى اعتقال لجين الهذلول وإيمان النفجان وعزيز اليوسف وولاء آل شبر، وكلهن ناشطات معروفات بقيادتهن حملات ضد نظام الوصاية. وقد صاحبت تلك الاعتقالات حملة إعلامية واسعة ألصقت بالمعتقلات أوصاف الخيانة والعمالة التي روجت لها عبر العديد من الوسوم مثل الخونة وعملاء السفارات. أتحدث إليكم كناشطة حقوقية قال لها زوجها وليد في اليوم الأول، لا أدري متى يعتقلونني وكم هي مدة الاعتقال، لكننا معا سنكمل مشوارنا الحقوقي.
قمت معه برفع دعوى قانونية للمطالبة بحق المرأة في الانتخابات، وأخرى بالمطالبة بحق المرأة في قيادة السيارة. ساعدنا الكثير من النساء المعنفات. Samira Badawi is standing up against two of the most significant challenges facing women in Saudi Arabia. Samar has translated her personal efforts into broader campaigns, encouraging more women to speak out for their rights. You are making a difference, and we thank you for that. Samar Badawi and Nasim Al-Sada من أجرأ وأقوى مدافعات عن حقوق الإنسان في السعودية، وعم بيدفعوا اليوم تمن النشاط تبعهم يلي عم بيقوموا فيه. يلي منعرفه إنه بعد لليوم ما بلشت المحاكمة تبعيتهم، وبعد ما في اتهام توجهت ضدهم، بعدهم محتجزين بشكل تعسفي. Their case is في الحقيقة هذه القضية ما هي إلا نموذج للعديد من القضايا الأخرى المشابهة في السعودية، حيث يتم احتجاز الأفراد لفترات طويلة بدون أي أساس قانوني، ويتعرضون لظروف قاسية غير إنسانية. المرأة السعودية تطالب بحقوقها الإنسانية البسيطة، يعني هو ذكر الملك سلمان كذا مرة وأن الأبواب مفتوحة ونحن نطرق هذه الأبواب وننتظر من يعطينا حقوقنا. سمر بدوي اعتقلت ليلا حاملة طفلتها بين يديها جود، عمرها 4 سنوات فقط، مسلطة عليها الأضواء الساطعة، وأيضا موجهة عليها وعلى ابنتها الصغيرة الأسلحة. فقيدت سمر بدوي إلى سجن ذهبان وبقيت هناك، وتعرضت هي ولجين هذلول وعزيزة اليوسف وشدن العنزي وإيمان النجفان إلى تعذيب جسدي وحشي وتعذيب نفسي وحشي يفوق أي من التصورات. لا أدري وش العصر الذهبي اللي نتكلم عنه، أنا بالعكس أعتقد العصر الذهبي كان في 70s and 80s أفضل بكثير من الآن. When we spoke to Mohammed bin Salman, he made it very clear that the royal court was ahead of the popular curve and that actually many women didn't want to go out to work, that this is in some way a kind of foreign demand. I think it's unfair of him to say that about women. If he just checks the long waiting list of women waiting for a job in the education sector, he would be amazed by the big number. Also, the jobs are limited compared to the number of graduates. I don't think they're working hard enough in my opinion. لجين الهذلول اعتقلت من فراشها وقيدت إلى السجون ليلا، وسلطت عليها الأضواء ووجهت عليها الأسلحة. أيا كان ما قاله محمد بن سلمان إلى وكالة بلومبرغ، فقد رأى الجميع لائحة الاتهام الموجهة ضد النساء. كانت جميع التهم تتعلق بإجراءاتهم، محادثات مع وكالات أعلام أو منظمات أجنبية مثل هيومان رايتس واتش ومنظمة العفو الدولية. لا يوجد أي دليل على الادعاء بأنهن تخابرن مع جهات أجنبية. حتى إذا افترضنا أنهن تحدثن لجهات أجنبية، فما قلناه لا يخرج عن إطار المعرفة العامة، ولكن هذا هو وضع المرأة في السعودية. الاعتقالات كانت دائماً تحدث، لكن الجديد الآن أنه اعتقل حقوقيات وناشطات لم يكن بالضرورة ناشطات سياسيات في البداية. لجين الهذلول لم تكن ناشطة سياسية بقدر ما كانت ناشطة من أجل اكتساب حق قيادة المرأة للسيارة. فهذه الاعتقالات قد تكون سيست المعتقلات وأيضا سيست الشعب. عندما كانت مقابلة محمد بن سلمان ولي العهد السعودي مع صحيفة بلومبرغ، فوجهوا له سؤالاً مبني على الإحصاءات التي أصدرناها، وقلنا أن حملة اعتقالات واسعة قامت بها السلطات السعودية طالت قرابة 150 شخص، وكنا نقول 150 كعدد تقديري، نحن لا نملك أرقام حقيقية.
فأجاب محمد بن سلمان على السؤال لصحيفة بلومبرغ فقال لا، ليس العدد 150 بل العدد 1500. إحدى عشرة ناشطة مثلن أمام القضاة في المحكمة. قالت النيابة إن الموقوفين أقروا بالتواصل والتعاون مع أفراد ومنظمات معادين للمملكة. أكدت النيابة العامة السعودية أن جميع الموقوفين على ذمة هذه القضية يتمتعون بكافة حقوقهم التي كفلها لهم النظام. المحاكمة يلي اليوم عم بتتم والجلسة يلي صارت كان ممنوع من الدخول لأي دبلوماسيين والصحفيين. المعلومات اللي عم نجرب نتلقيها وأكيد نوثقها ونحقق عنها هي معلومات محدودة بس تعطينا فكرة يما نبذة عن الوضع الإجمالي. قادت أخبار التعذيب التي تحدثت عنها الناشطات السعوديات فريقنا للقيام بهذا التحقيق للوقوف على حقيقة تلك الادعاءات، خاصة وأنها جاءت في وقت يكثر فيه الحديث عن عهد جديد تشهده المملكة تنعم فيه السيدات بالحرية وبحقوق ومساحات أوسع داخل المجتمع السعودي. لم تكن مهمتنا سهلة، إذ كان الهدف عقد لقاء مباشر مع شاهدة عيان خاضت تجربة الاعتقال في تلك السجون. المعتقلات اللواتي أفرج عنهن ما زلنا قيد المحاكمات التي لم تنتهي بعد. لا أحد يريد الكلام خوفاً من المصير المجهول. على بعد 11,000 كيلومتر من سجن ذهبان ومن جنوب إفريقيا أمسكنا بطرف الخيط معتقلة جنوب إفريقية سابقة بالسجون السعودية أفرج عنها قبل عام، الأستاذة الجامعية السابقة بجامعة حائل يمنى ديساي. أرادني والدي أن أعمل في التدريس واقترح علي الموافقة لمدة عام وتجربة الأمر لأرى إن كان يناسبني أم لا، لذلك ذهبت إلى السعودية. وفي يوم من الأيام تلقيت مكالمة صباحاً قبل الذهاب إلى العمل، أخبروني فيها أن علي الذهاب إلى مبنى الإدارة التابع لجامعة حائل، وأخبرتني المشرفة هناك أن لدي مشكلة في جواز سفري تستدعي الذهاب إلى مسؤول في مكتب الجوازات. في نفس اللحظة التي غادرت فيها مبنى الكلية كان بانتظاري قوات الأمن السري، حوالي 6 سيارات مصفوفة ممتلئة بالعساكر ورجال شرطة. أخذوني إلى شقتي وقاموا بتفتيشها ثم قادوني إلى مكتب الأمن الرئيسي بحائل. جاءني رجل أمن في حوالي 9:30، أعطاني هاتفه الشخصي وقال لي سأقدم لك خدمة، سأسمح لك بالاتصال بأهلك ولكن أرجو منك ألا تخبريهم مكانك. عندما تحدثت أخبرني والدي بأن أخواتي الثلاثة قد اعتقلوا أيضاً. وفي المساء حوالي 10:11 كنت في طريقي إلى جدة إلى سجن ذهبان، وكانت هذه ليلتي الأولى في السجن. الناشطات والنساء كلهن تم اعتقالهن في سجون سياسية، عدد منهن في سجن الدمام في المنطقة الشرقية وأخريات في الحائر في الرياض السياسي وأخريات في ذهبان السياسي في جدة. وأكثر التعذيب الذي حصل أو الانتهاكات التي حصلت كان غالبا في ذهبان في جدة. على بعد 20 كيلومترا خارج مدينة جدة يقع سجن ذهبان التابع لجهاز المباحث العامة وتزيد قدرته الاستيعابية على 7,000 سجين. تفيد أرقام وثقها فريق البحث أن 9 ناشطات سعوديات على الأقل قد احتجزن في ذلك السجن مع أخريات يحملن جنسيات مختلفة. عبر مصدر خاص وبالتعاون مع يمنى ديساي استطعنا أن نرسم مخططاً دقيقاً يعرض للمرة الأولى للقسم النسائي داخل سجن ذهبان. هذا مخطط رسمته لسجن ذهبان في جدة يوضح القسم النسائي فقط.
هذا القسم بأكمله للزنازين الجماعية أو ما نطلق عليه الجناح الجماعي، وهو مخصص للمجموعة التي تأتي من عقوبة السجن الانفرادي ثم تحول إلى الجناح الجماعي، وهذا الجانب مخصص للحبس الانفرادي. في الوسط جناح تم فتحه حديثاً يدعى جناح الأنشطة، كنا نذهب إليه لممارسة أي نشاط. هنا كانت غرفة التحقيقات القديمة. في الحقيقة عندما كنا نذهب إلى غرفة التحقيقات كان يتم اقتيادنا من الزنزانة إلى غرفة التحقيق القديمة، ولكن لاحقاً تغير الأمر وخصص جناح منفصل للتحقيقات، لأن الغرفة القديمة كانت قريبة جداً من الجناح الجماعي وكان الصوت بها يصلنا في الأغلب، وأعتقد أن هذا هو السبب وراء نقلها لمكان بعيد لا يمكن كشفه أو سماع ما يجري بها. هذه هي الزنزانة التي سجنت بها أم عبد الله عايدة الغامدي وسارة الزهراني، ولجين كانت مسجونة في هذه الزنزانة، أما أنا فكنت مسجونة هنا مع المعتقلة السعودية آية الجهني. وفي الوقت الذي كنت أنا بالمعتقل كانت الزنزانة رقم 6 بها سماح النفيعي ومشاعل جلون وسارة الشهري وسميرة هلام، وهي معتقلة بنغلاديشية الأصل. والزنزانة رقم 7 كان بها شادية وهند القرشي ومعتقلتان سعوديتان مرزوقة وسعد العوفي. العوفي. تقبع عايدة الغامدي حالياً داخل سجن ذهبان. تواصلنا مع نجلها عبد الله الذي يعيش كلاجئ سياسي في العاصمة البريطانية منذ عدة سنوات في منزله بأحد ضواحي لندن. تحدث إلينا عبد الله عن نشاطه الذي كلف أسرته هذا العناء الشديد. نشاط السياسي والحقوقي بدأ عندما تعرفت على منتدى الإصلاح. كنت وقتها مبتعث هنا في بريطانيا لدراسة الهندسة، كان عمري 25 سنة، لأنه المعارضة من الداخل أمر مستحيل، وأنه نوعي الشعب من منطقة نكون فيها آمنين. كنت على اتصال مع الوالدة تقريباً أسبوعياً، فاتصلت على الوالد وأخبرته ماذا جرى للوالدة لا ترد على اتصالاتي، فأخبرني أنه حتى هو لا يعلم أين هي. فقمت بالتحري عن طريق بعض أصدقائنا في وزارة الداخلية، فأخبرون أنه الوالد تم اعتقاله بالفعل، وأنه أيضا شقيقة عادل تم اعتقاله، ولكن الوالد أو أبوك لم يستطيع إخبارك لأنه تم تهديده أنه أي خبر يصل لعبد الله سوف نحكم على أم عبد الله بالموت. اعتقلت والدتي تقريبا يوم مساء الاثنين في 26 مارس 2018. طبعا طريقة اعتقالها كانت أشبه بشغل المافيا، لأنه عند وقت اعتقالها كانت هي وأخوي عادل في السيارة، فتم مداهمة السيارة وكانوا كلهم جميعهم بلباس مدني. في نفس الوقت اللي داهموهم هم في السيارة في جدة تم اعتقال أخي الثاني في مدينة الدمام، وجدة والدمام تقريبا بينها 1200 كيلو اللي يعرفون السعودية. بعد الاعتقال الذي قامت به السلطات السعودية للسيدة عايدة الغامدي واثنين من أبنائها، حاولنا التواصل مع السلطات السعودية لمعرفة الأسباب وطريقة الاعتقال وكيفية الاعتقال وما إلى هنالك. قالت السلطات السعودية أن السيدة عايدة الغامدي معتقلة وتحاكم ويحقق معها وفق المادة الثانية للنظام جرائم الإرهاب. المادة الثانية هي ليست ذات معنى وليست مادة قانونية يمكن ضبطها قانونية. لا يوجد أي تهمة موجهة للوالد حتى الآن، كل التهمة فقط أنه وكلام القاضي تحديداً لها بعد جلستين من المحاكمة، أنت لا يوجد عليك أي تهمة، فقط نحن ننتظر أوامر من مقام السامي حتى يتم الإفراج عنكم. بعد اعتقالي بثلاثة أسابيع جاء المحقق إلى زنزانتي ومعه صورتي وأنا أمسك سلاح أبي، وقال لي إن هاتفي يحوي صوراً لنساء معارضات للحكومة، ولم أستطع التعليق على شيء لم أره، فقام بإخراج الصورة من الملف الذي يحمله وأراني إياها، فقلت له هل تعرف من هذه؟ قال لا، فقلت إنها أنا.
نسبة الجريمة في جنوب أفريقيا مرتفعة للغاية، لذلك كل البيوت بها على الأقل سلاح أو اثنان، والكل مدرب على استخدام السلاح كي يكون قادراً على الدفاع عن نفسه إذا لزم الأمر. القوانين هناك مبهمة للغاية، غامضة وغير محددة، ولذلك يسهل استغلالها من قبل وكلاء النيابة والقضاء لتبرير أي فعل يقومون به، ويفرضون في النهاية العقوبة التي يرغبون بها. بالتأكيد أي دولة تحتاج إلى إجراءات تقنن استخدام الفضاء الإلكتروني، لكن من غير المقبول أن تكون القوانين بهذه العمومية وتستغل بدون أي أدلة. لم يكن مسموحاً للأجانب بإجراء مكالمات دولية، لذلك لم أتمكن من التواصل مع أهلي طوال 3 سنوات اعتقال، وجاءت أختي إلى السعودية بعد عدة أشهر، ولأنه لم يكن مسموحاً لنا بالزيارة ولا بالمكالمات الهاتفية الدولية، انتهى بي الأمر إلى أنني هاتفتها وهي في السعودية، وقامت هي من جانبها بوضع هاتفين بجوار بعضهما البعض، وكانت هذه هي الطريقة التي تواصلت بها مع أهلي ليسمعوا صوتي. جاءت أسرتي بعد 6 أشهر وقدمت طلباً للزيارة، ولكنهم رفضوا الطلب أول مرة. تقدموا بطلب الزيارة عدة مرات، وفي النهاية توجهت أمي إلى منظمة حقوق الإنسان في جدة طلباً للمساعدة، فاصطحبوها معهم إلى السجن لزيارتي. كلما كنا نذهب إلى السجن كنا نواجه صعوبات تفوق السجون الأخرى، فهو سجن شديد الحراسة، هو في الحقيقة سجن حربي وليس سجناً مدنياً. مثلاً الغرفة المخصصة للزيارة تشبه الزنزانة، ولها باب حديدي يقوم الحارس العسكري بفتح الباب بعد أن يتلقى أوامر بالفتح من خلال هاتفه المحمول أو اللاسلكي، ثم يدخل السجناء من مدخل موحد مربوطي الأيدي ومعصوبي الأعين. بعد حوالي 7 أو 8 أشهر أخبرونا أننا أبرياء وأننا سوف يطلق سراحنا جميعاً نحن الأربعة، وبعد أسابيع قليلة عاد لي المحقق ليخبرني أنني للأسف لن يطلق سراحي وأن علي المثول أمام المحكمة. عندما أطلق سراح أبناء الثلاثة كان الأمر يشبه الجسد الذي يفتقد للكتف، كان ينقصنا طرف من أطرافنا، كنا سعداء للغاية بالطبع، ولكن تخيل كيف يكون حال جسد ناقص الأطراف. هكذا كان حالنا، لم نشعر بالسعادة الكاملة، وكان كل ما يشغلنا كأسرة هو متى يطلق سراح يمنى، هل سيقومون باحتجازها لمدة أطول؟ كافحنا طوال السنوات الثلاث التي اعتقلت فيها يمنى من أجل معرفة إجابة واحدة فقط، ما الجريمة التي ارتكبتها؟ لو كانت هناك إجابة لهدأنا قليلاً، ولكن مع الأسف مرت السنوات الثلاث دون الحصول على أي إجابة. 3 dozen countries, including all 28 EU members, issued Saudi Arabia with its first rebuke at a UN rights forum on Thursday. We are particularly concerned about the use of the counter-terrorism law and other national security provisions against individuals peacefully exercising their rights and freedoms. قادت أسر المعتقلات في السعودية حملات إنسانية في الغرب للإفراج عن ذويهم، ففي مارس آذار عام 2019 دعت 36 دولة السعودية في مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة إلى الإفراج الفوري عن الناشطات المحتجزات، موقف أتى بعد تقدم لجنة من أعضاء البرلمان البريطاني والمحامين الدوليين في يناير كانون الثاني 2019 طلباً رسمياً إلى السلطات السعودية للدخول إلى البلاد للتحدث إلى المعتقلين، إلا أن تلك الجهات أكدت أنها لم تتلقى رداً من المملكة.
احتجت منظمات حقوق الإنسان والعديد من الدول في الحقيقة وليست الدول الأوروبية فقط، ووقعوا خطابات وأصدروا قرارات تطالب بإطلاق سراح الناشطات. لا ندري السبب وراء استمرار احتجاز لوجين وسمر البدوي بينما أطلق السراح الأخريات بكفالة. هذا هو السؤال الذي يجب أن يوجه للحكومة السعودية. كثير من الفتيات التي اعتقلن في الحقيقة لم يعارضن العائلة المالكة، بل بالعكس كن يحببن بلادهن، ولكن هذا الحب تحول إلى الكراهية بسبب ظروف الاعتقال والمعاملة التي تعرضن لها. وفي الحقيقة السعودية تدعي أنها تحارب الإرهاب، إلا أن ممارساتها تنشر الكراهية بين الناس. من المعلوم لدينا أن السعودية تنفق الملايين في محاولة منها لتحسين صورتها التي شوهتها الممارسات التي تقوم بها، ومن ضمنها بالتأكيد اعتقال هؤلاء الناشطات. في الحقيقة إن الأمر محبط للغاية، إذ بدلاً من صرف كل هذه الأموال على الحملات الترويجية والعلاقات العامة لتحسين صورتها المشوهة، لماذا لا تقوم فقط بإطلاق سراح هؤلاء الناشطات وغيرهم من النشطاء السياسيين؟ أثناء العمل على التحقيق توقفنا عند حادثة اختفاء المواطنة السعودية عائشة المرزوق، حيث حصلت عائشة وأولادها على حق اللجوء في السويد في مارس آذار من العام 2017. ادعاءات ترددت بتشجيع السفير السعودي في ستوكهولم عبد العزيز بن حمود الزيد لها على العودة للمملكة، إلا أن تغريدتين منسوبتين لها بتاريخ 26 تشرين 2017 أشارتا إلى اعتقالها بمجرد وصولها إلى مطار الملك خالد بالرياض. بالبحث تبين لنا أن دائرة الهجرة السويدية قد استقبلت 36 طلباً للجوء تقدمت بها سيدات سعوديات بين عامي 2015 و2018. حس الماضي، ناشطة حقوقية تعيش في العاصمة السويدية ستوكهولم. تواصلنا مع حصة في أواسط مايو أيار عام 2019، ترددت في قبول دعوتنا للقائها عدة مرات. بعد تطمينات كافية وتنسيق مع الأمن السويدي حصلنا على موافقة حصة على لقائنا، لكن بعيداً عن الحي الذي تقطن فيه. بدأ نشاطي من أيام المنتديات، لكنها بأسماء وهمية، فكان لي صفحة خاصة بالفيسبوك، فكنت أكتب وأكتب اسمي الحقيقي، أتعاون مع أهلي المعتقلين مع النشطاء ونطالب فيها. ركزت تقريباً على أجانب المعتقلين، فكنا نطالب فيها بمحاكمتهم، بالإفراج عنهم، عدم نسيانهم، لأنها يعني بالألاف كانت ولا يعرف العدد الحقيقي. كل محاولات بناء مجتمع حقوقي مستقل محايد كلهم يما تم توقيفهم، تم تجريمهم. يعني الجمعيات اللي جربوا حاولوا يخلقوها يأسسوها كله تم التعامل معهم من قبل السلطات بشكل تعسفي وقمعي. بدأت السلطة يعني تراقب المنزل، أصبحت مراقبة من جميع الجهات، حتى الهاتف لا أستطيع أن أثق فيه أو أتواصل براحتي لأنه مخترق، يرون ما أكتب، مع من أتحدث. بدأت تصلني التهديدات عن طريق الهاتف، استمرت التهديدات واستمريت في نشاطي، لم أتوقف إلى أن وصل لي آخر اتصال وقيل لي هذا آخر تهديد لك. فبعدها عرفت أنني لن أستطيع البقاء والصمت ولن أستطيع الاستمرار والسجن. الحكومة السعودية لديها حملة معروفة لإعادة السعوديين المنشقين ورموز الهامة إلى المملكة،
ونحن على علم بأن السعودية تكلف وسطاء مثل السيد سعود القحطاني للتواصل مع المعارضين لإقناعهم بالعودة إلى البلاد، إما عن طريق توقيع اعتذار أو عن طريق طمأنتهم فقط بأن الأمور على ما يرام لكي يعودوا. وأنا لا أعتقد أن الكثير من السعوديين يستجيبون لتلك المحاولات نظراً للظروف التي تمر بها البلاد في الفترة الحالية. كنت أفكر أين أذهب وكيف أخرج. نعم أنا عندي جواز وعندي تصريح من الوالد، لكن بأي صفة أخرج؟ يعني لا أستطيع أن أحجز وأخرج لوحدي، لا، يجب أن يكون هناك أمر مبرر أمام السلطة وأمام العائلة. حتى أنني خرجت بملابسي فقط، لم أحضر شهاداتي ولم أحضر أي أوراق غير الجواز والهوية. وصلنا السويد، ثاني يوم توجهت إلى الهجرة وقلت لهم أريد اللجوء وأريد فتح حساب، وأخبرتهم أنا لا أحتاج منكم إلا الحماية، أستطيع أن أصرف على نفسي وأعمل وأنا لست بحاجتكم الحمد لله. طبعاً بالسعودية كان الإنسان يمارس النشاط البسيط وهو خايف، لكن لما وصلت السويد فتحت حساب تويتر باسمي الصريح وكتبت قصتي وملاحقتي وما حصل لي وبدأت عن انتهاكات الحاصلة في السعودية. بدأت في التعاون مع المنظمات المختلفة العالمية. منذ أن بدأت أعلنت النشاط وبدأت معي هذه التهديدات، طبعاً يهددون بأسماء مستعارة، لا يهددون بأسماء صريحة، إما بالقتل أو بالإعادة الجبرية إلى السعودية أو بما مختلف التهديدات. طبعاً كلنا نعلم أن من يدير هذه نسميهم الذباب الإلكتروني، من يديرهم هو سعود القحطاني. كانت السلطات السعودية في فترة الإخفاء القسري للسيدات، يأتي بعض الأشخاص الذين كانوا يقولون للنساء أن هؤلاء من الأمن السيبراني ويبدو أن لهم علاقة بسعود القحطاني بشكل مباشر، فلم يكونوا من رجال أمن الدولة ولا من رجال المباحث، ويأخذون النساء إلى أماكن مخصصة خارج السجن يسمى أحياناً القصر وأحياناً يسموها الفندق وأسماء أخرى. تلقينا معلومات تشير إلى مكان احتجاز غير رسمي يعرف باسم الفندق، نحن لا نعلم مكانه بالتحديد، وقد أظهرت تحقيقاتنا الأولية أن هذا هو المكان الذي يتم فيه الاستجواب، وهو المكان الذي تبدأ فيه رحلة التعذيب والإساءة للمعتقلات. مثل التعذيب الوحشي الذي وردت أنباء عن تعرض الناشطات السعوديات له علامة استفهام كبيرة، خصوصاً وأن التعذيب جرى في مكان مجهول، فقط اسم رمزي يتم تداوله وهو الفندق أو الفيلا تقتاد إليه المعتقلات في جنح الليل. رواية واحدة كان يتم تداولها حول مكان مقر التعذيب ووثقتها منظمة القسط، حيث حددت أن الموقع على مقربة من سجن ذهبان. المعلومات التي نشرناها غير مؤكدة بشكل قاطع تماماً، أن هذا الموقع ويبعد قرابة 10 دقائق بالسيارة من سجن ذهبان. كنا الضحايا عندما يخرجنا من السجن في السيارة استغرقنا قرابة 10 دقائق حتى يصلنا إلى ذلك المكان. إلا أن رواية أخرى تجمعت خطوطها لدينا بعد أشهر من البحث، بعد أن وافقت أسرة واحدة من المعتقلات الحاليات على الحديث إلينا بعيداً عن الكاميرا، حيث أخبرتنا أن الفندق والمعروف أيضاً بالفيلا هو قصر مملوك لأحد أبناء العائلة المالكة، يقع داخل حدود العاصمة السعودية الرياض. وطبقاً لرواية المعتقلة لذويها، فإن هذا القصر يقع في منطقة مأهولة ويصله المعتقلون بعد نقلهم بطائرة خاصة من مقر احتجازهم الرسمية. أطلعنا المعتقلة السابقة يمنى ديساي على هذه التفاصيل، وبدورها أكدت لنا مجموعة من الحقائق.
إحدى المعتقلات أخبرتني عن المكان وكانت تعرف المكان حتى قبل أن تقاد إليه، فقد قالت لي إن العامة يعرفون الفندق ويعتقدون أنه مكان إقامة الأمراء ولكنهم يجهلون ما يحدث بداخله. هذا المكان تحس أنه كان مكان مهجور سابقاً، كان ممكن يكون قصر سابق، ممكن يكون فندق سابق، تعرضت للتعذيب. هنا تعرضت للتعذيب، وهي ما فقط تعذيب للحصول على اعترافات، لا، تعذيب من أجل التعذيب، كأنه في نوع من الانبساط بالتعذيب، مثل الاحتفال، كأنها حفلة تعذيب. بعض الفتيات أخبرنني وقالوا بأن الأمير خالداً السفير السابق بالولايات المتحدة وسعود القحطاني وأسماء أخرى لا أتذكرها قد حضروا عمليات التحقيق، واتضح لي أن من حقق معهم كانوا أعلى رتبة من الذين تولوا التحقيق معنا. السلطات السعودية عمدت إلى استخدام أماكن أخرى لممارسة لهذه الانتهاكات. أن السبب في ذلك عدم وجود ثقة بين أنظمة السلطة. وفقاً للعديد من التحقيقات التي قمنا بها حول السعودية في العقود القليلة الماضية، يمكنني أن أقول إن حالات التعذيب الموثقة خلال العام الماضي هي حالات غير مسبوقة. عملت في منظمة Human Rights Watch ل15 عاماً، ونادراً ما كنا نوثق حالة تعذيب مشابهة سواء لرجل أو لامرأة، ولا أعني بذلك أنه لم يكن هناك تعذيب سابقاً، ولكن ما أقصده أن هناك تصعيداً خطيراً في الحالات التي تمكنا من توثيقها. تلقينا معلومات أنه تم بأول 3 شهور فترة احتجاز مجموعة الناشطين تم تعذيبهم وممارسات أخرى لإساءة المعاملة. حسب هالمعلومات بجلسات الاستجواب كان عم بيصير في ضرب صاعق بالحبلات الكهرباء. وثقنا حالات من التحرش والتهديد بالاغتصاب. إحدى المعتقلات كانت تجد صعوبة في المشي بعد التعذيب الذي تعرضت له، وهناك معتقلة أخرى حاولت الانتحار نتيجة التعذيب الذي تعرضت له. وبالتأكيد الحبس الانفرادي المطول كان شكلاً آخر من أشكال التعذيب التي استخدمتها الحكومة. أنا شخصياً رأيت بعض الفتيات اللاتي حاولن الانتحار، وكانت هناك فتاة عمرها 18 عاماً طلب مني أن أساعدها. لفت غطاء رأسها حول عنقها وقامت بوضع دلو على رأسها، ثم لفت غطاء رأس آخر حول رأسها، وأنا بنفسي ذهبت وسحبتها خارج دورة المياه وقمت بانتزاع الدلو وفك غطاء الرأس الذي ربطته. واحدة على الأقل منهن عريت وصورت عارية ووضعت صورتها على طاولة التحقيق لإجبارها على الإجابة أو حتى توقع تعهد بعدم العودة. ليس هذا فقط، بل أيضاً على الأقل واحدة منهن لمست في أماكن حساسة وتعرضت إلى تحرش جنسي وهن مكبلات بالأصفاد. فلك أن تتخيل أنه لا يمكن حتى أن يدافعن عن أنفسهن، لا يمكن أن يحركن أيديهن. وقالت لي إحدى الفتيات إنه أثناء التحقيق يصفون المسجونات على مقاعد ويقومون بضربهن كي يجبروا فتاة ما على الاعتراف، فكانت المسجونات يصرخن ويتوسلن إليها أن تجيب كي لا يتعرضنهن للتعذيب. كانت هناك طفلة ولدت في السجن، ولدت أثناء اعتقالي وقضيت معها قرابة العام والنصف. كان وضعها من أكثر الأشياء التي أثرت في، فعالمها الوحيد هو تلك الجدران الأربع. كنت أشاهدها وهي تتعلم الكلام وتخطو خطواتها الأولى وتبدأ في تذوق الطعام، وكل هذا خلف جدران أربع، وهي لا تزال هناك حتى يومنا هذا. في الحقيقة قامت هيئة حقوق الإنسان التابعة للحكومة السعودية بالتحقيق في التقرير الذي ورد فيه تعذيب النساء، وقال النائب العام السعودي إنه أجرى تحقيقاً حول ظروف احتجاز المعتقلين في السجون،
ولكن المدهش في الأمر أن التحقيقات انتهت إلى عدم وجود أي نوع من أنواع التعذيب، ولكن كان هناك تقرير مسرب عن الحكومة السعودية أكد إحداث إصابات في النساء المحتجزات. تقييم إيجابي خرج به وفد حقوق الإنسان الدولي من زيارة السجون المباحث العامة المعنية بموقوفي الإرهاب في السعودية. فهذه الزيارات غير مستقلة على الإطلاق، منسقة مسبقاً، معدة مسبقاً، كل من وقعوا فيها وكل من زاروا السجون السعودية وكل من شاركوا في حملة التلميع، حتى وإن قالوا زرنا أماكن معدة مسبقاً ورأيناها جميلة ولم نزر غيرها، فهم شاركوا في حملة الدعاية والإعلام. يجب أن يعتذروا للضحايا، للمجتمع السعودي، للإنسانية ككل. أريد أن أروي واقعة مررت بها أثناء اعتقالي في سجن ذهبان، عندما وصلني خبر وفاة إحدى رفيقاتي بالزنزانة، وفي الليلة التي توفيت بها سمعنا أصوات صراخ، وكانت هناك حركة غير عادية. لم نكن نعرف ما حدث بالضبط، ولكننا كنا متأكدين من حدوث شيء ما في الجناح. ثم علمنا بخبر وفاة حنان الذبياني في تلك الليلة، وقد قيل إن موتها لم يكن موتاً طبيعياً، وإنما توفيت نتيجة التعذيب. في إبريل نيسان من العام 2019 دعا فهد ناظر المتحدث الرسمي باسم السفارة السعودية في الولايات المتحدة الناشطة السعودية منال الشريف إلى مقابلة مع السفيرة الجديدة ريما بنت بندر بن سلطان آل سعود، بعد جولة نظمتها الشريف للتنديد بواقع حقوق النساء في المملكة، إلا أنها تلقت العديد من النصائح بعدم الاقتراب من مقر السفارة. They're ready to arrange for a meeting between me and Princess Rima bint Bender, the new ambassador in DC. I'm happy to meet her and this is really a good sign. My demands are simple. The immediate unconditional release of the women's rights activist in jail. All the prisoners of conscience. The lifting the ban on the family members, the travel ban on family members. And my last demand is I'll meet you outside. كانت الشريف قد قادت حملات عديدة داخل السعودية للمطالبة بحق المرأة في القيادة، تعرضت على إثرها للتوقيف والملاحقة عدة مرات. القانون لم ينصف المرأة والقانون عملها كقاصر، واستخدم الدين لإعطاء شرعية لقانون اللي هو ولاية الرجل على المرأة في السعودية. وقع اختيارنا على سفيرة المملكة العربية السعودية في الولايات المتحدة الأميرة ريما بنت بندر بن سلطان آل سعود، وهي أول امرأة تشغل منصب سفير في تاريخ المملكة، للحصول على تعليق على حقيقة الادعاءات بتعرض سجينات الرأي في المملكة لأعمال التعذيب والتحرش الجنسي. طلبنا المقابلة عبر بريد السفارة الرسمي فلم نتلقى رداً. توجه عضو من فريق التحقيق إلى مقر السفارة الواقع في جادة نيوهامشير في العاصمة واشنطن لطلب موعداً من السفيرة أو ممثلها الإعلامي، إلا أن طلبنا وجه بالرفض. I'm George, a special investigative journalist. I was just wondering if I could speak to Ambassador Rima. حاولنا الحصول على رد من النيابة العامة ومن المديرية العامة للسجون وجهاز أمن الدولة بشأن الادعاءات بتعرض النسوة المعتقلات للتعذيب، إلا أننا لم نتلقى رداً من الجهات الثلاث حتى موعد بث هذا التحقيق. قوانين الولاية التي تفرضها السعودية لا تسمح للمرأة بمغادرة السجن دون موافقة وليها الذكر حتى وإن انقضت مدة عقوبتها، ونحن لدينا العديد من الحالات الموثقة التي تؤكد هذه المعلومة، حتى إن النساء اللاتي يذهبن لمراكز الإيواء التابعة للحكومة لا يسمح لهن بمغادرة هذه المراكز إلا بعد موافقة وليها الذي غالباً ما يكون هو مرتكب العنف ضدها. عرفت بعدها أن كثيراً من السجناء ظلوا في ذهبان بدون محاكمات بسبب وجود آثار تعذيب على أجسامهم، لذلك تركهم المحققون في السجن حتى تختفي هذه الآثار من أجسامهم، لأنهم لم يريدوهم أن يذهبوا ويمثلوا أمام المحكمة ثم يقدموا شكاوى إلى القضاة. المحاكمات في السعودية مغلقة، لا يسمحون لأحد بالدخول حتى المحامي،
وكان واضحاً منذ البداية أن هدف القاضي لم يكن اعتقالي، بل كان هناك فقط لينفذ المهمة الموكلة له. فحكم علي بثلاث سنوات وشهرين بسبب صورة والتي اندرجت تحت بند الجرائم الإلكترونية في السعودية. Political detainees are not criminals. A different opinion or outlook on life should be embraced as a positive thing. Work with them to make your country better. Don't detain them. All I ask for is change and accountability. Thank you. أريد أن أخبرك يا يمنى بمستجدات التواصل مع الأمم المتحدة فيما يخص قضيتك، فقد تم قبول الطلب والآن يريدون موافقتك لكي يرسلوا الاستفسار إلى السلطات في السعودية، حيث سيتعين عليهم الرد بخصوص الادعاءات التي تضمنها. نعم، أفهم الأمر. من جانبنا بالتأكيد ليس لدي أي مشكلة في ذلك، وأقر لك موافقتي على استكمال القضية. طبيعة الإنسان أنه يحن للوطن الذي نشأ عليه، يحن لعائلته، لكن لا أتمنى الرجوع في هذا الوقت في ظل هذه السلطة. يستحيل العودة. أنا خرجت لهدف أتحمل صعوباته، فمهما بدأ الحنين، مهما أخذ الحنين يزداد، أحاول أن أتناسى، لأن الجميع قطعوا علاقتهم فيني. الكل خائف، أنا أعذر الجميع، لأن الكل خائف. أنا أصبحت التواصل معي شبهة وجريمة يعاقب عليها من هو في السعودية، فأعذرهم جميعاً. مع تزايد الحديث عن الإصلاحات والتغييرات، سار اعتقاد بأن العالم بصدد التعامل مع رؤية سعودية جديدة غير التي عرفوها لعقود. بالفعل تغيرت المملكة، إلا أن الآراء تباينت في التعاطي مع مشهد السعودية الجديد. الأمر المؤكد أن عشرات من النساء لم يشهدن هذا التغيير، فلم تعبر حصة الماضي عن أفكارها وهي آمنة في بيتها، كما لم تقد لجين الهذلول سيارتها، ولم تتمتع سمر بدوي بحرية السفر والتنقل، كما أنهن بالتأكيد لم يشاركن في موسم الرياض ولا في كرنفال الألوان، فهن طريدات في بلدان اللجوء أو قابعات في غياهب السجون.